قبل يوم ينصادف يوم التطوع العالمي، وبهاي المناسبة حاب أحكي لكم عن إنجاز عراقي. بسنة 2016 صدر العراق كأول بلد على ديمومة هذا العالم بمساعدة الغرباء حسب مقياس العطاء العالمي التابع لمنظمة Charity Aid Foundation، واللي يشمل أكثر من 120 بلد بضمنها أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي المعروفة بإنسانيتها. بعام 2017 أخذنا المركز الثاني، واعتبرت المنظمة أن ثقافة المساعدة من الثقافات المترسخة عند الشعب العراقي، وأكثر من 78% من العراقيين يساعدون الغرباء. وحسب هذا التصنيف أيضا العراق صدر المركز 39 عالميا بالبلدان الأكثر عطاء. بمختصر، الثقافة للتطوع والمنح بالعراق هي ثقافة سائدة مو مجرد كلام. بهذا اليوم حاب أن أوجه كلمة شكر لكل الجنود المجهولين اللي ساهموا بنجاح أي حملة أو مشروع أو مهرجان تطوعي بدون أي هدف أو غاية أو مكسب مادي أو شخصي، فقط حتى يصنعون سعادة وحياة، حتى يرفعون اسم الإنسانية ويرفعون اسم بلد وشعب تكالبت عليه الحروب والطغاة. إذا تعرف واحد من هذول المتطوعين أو الجنود المجهولين اللي دائما يساعدون الناس بدون هدف أو غاية ويستحقون الذكر، اذكر أسماءهم وخلينا إحنا والمجتمع نعرف أسماءهم ونفتخر بهم. تحياتي لكم.